السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف العاده كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الظروف. قبل ما نبداو البنات كنتمنى نرددو جميع اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم عندي في القناه. بسم الله نتوكلوا على الله ونبداو لا فيديو ديالنا. اولا يعني هذه مقتطفات من لا فيديو باش تعرفوا فيش غادي تفرجوا، باش اللي ما عجبوش المحتوى ديال لا فيديو بلا ما يكملوا. وشكرا بزاف على الزياره ديالكم، واللي اول مره كيشاهد القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك الجديد. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش من لي لايك ديالكم. بالحق الا عجبكم المحتوى ديال القناه فانا كنرحب بكم الف مره. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. اليوم روتين من الصباح حتى العشيه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه والاستفاده كيف ما تعودتوا عندي في القناه. هاي البنات كديرين؟ لاباس عليكم؟ المهم بديت لكم من السطح، طلعت باش نغسل الزرع. ها هو جابوا لي لوسي، غادي نغسلو باش نقيه باش نديه نطحنو ونصب لها الطابيه ديال الكوزينه. ديجا بارطاجيت معكم، راه عندي الكري والكحل، ها هي الكحله نصبنها حتى هي. وغنبارطاجي معكم في الطريقه باش كنصبن انا الطابيات، راه كنت ديجا بارطاجيتها معكم. والبرودوي اللي كنستخدم، وهنا كيف ما شفتوا انتم المستكن الاقتصادي، شوفوا فين جابوا لي الروبيني. واخا صراحه بالحاجه اللي زوينه هنايا هي انهم دايرين لنا البرد ودايرين لنا السخون، كل دار دايرين لها البرد والسخون، هذه باش زوينه. ولكن جابوه لي هنايا انا الوحيده اللي جابوه لي صراحه لاصق في الحيط، وخصني ضروري تيو باش نعمر الماء. المهم هذا هو السكن الاقتصادي. صراحه هنا عيدنا البنات، هنا عيدنا في هذه البلاصه هذه، هنا علقنا هذا الحواله، درنا النوبه لان اغلبيه عيدوا هنايا. هنا صراحه في هذه البلاصه هذه عيدنا. المهم هذا هو السطح، راه كبير صراحه، هنا صراحه مصبنا. المهم البنات بهذه الطريقه هذه صراحه كيتنقى الزرع، كاع الوسخ اللي كيكون خفيف هكا كيطلع الفوق صافي، وكنحيدوه باش حتى في النقا كيجينا ساهل. كنغسلو بزاف د المرات حتى كيبدا يبان ليا الماء نقي، كما كتعرفوا الزرع راه كيديروا له الدواء. كنخمم غير النقا ديالو عاوتاني، كاع اللي يدو بوحدو كلشي كيخمم له. كان عليا نغسل النص بالنص باش نتحكم فيه اكثر، حيت بانيو صغير لكن ماشي مشكل، نغسلوه حتى يتنقع. صافي كون طا، ما خصناش نخليوه في الماء باش ما يتنفخش، يعني دغيا نغسلوه نضربو عليه. دابا راه الشميشه تبارك الله راه دغيا غادي راه بدا يتنقى الوسخ، بدا ينقص منو. صافي وغادي انتوما معايا ملي غادي نبدا نشرب.
المهم البنات حنايا في البلاد راه مولفين كنديروا داك في الغربال السيار حنا السيار ساعه ما عنديش انا صافي غير بهادي صافي من بها الماء المهم قضيه الغرض المهم البنات حنا نشرناه انا وراجلي حليناه هكا غنبقاو نحركوه بطبيعه الحال مره مره صراحه تنقى نقى مزيان صافي غنخليه نشوف نبقى نحركوه كما قلت لكم مره مره باش نصبن دابا الطابيه وانتم معايا. المهم البنات كنغسل حتى الخنشه ديك هذه اللي كانت فيها الزرع ضروري خصني نغسلها مزيان اول ما ديالها راه تنقى نغسلها وغادي نشرها حتى هي تنشف باش ننزل فيها الزرع صافي راه الماء نقي غنشرها باش نجمع فيها كما قلت لكم الزرع وتكون نقيه صافي غنبدا دابا ندير الزربيه ديالي البنات غادي نشارك معكم طريقتي انا كيفاش كنصبن الزربيه اي زربيه بالحق راني ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو قبل اي زربيه الطريقه باش كنصبنها لان كنت كنصبن في الاول بديك الشيته وخرجت على الزربيه ديال صوفيا ولات حرشه ولات كتشد ديال خمله وكانت راه صغار ما نعاودش ليكم وخرجت عليها كندير هذا البرودوي هذا غادي شاركته معكم هذا الهلوبه ديال ماي واي كيعجبني صراحه بزاف الزرابي ما كيخلي فيهم لا ريحه ما كيخنازوش واخا يتعطلوا ما ينشفوش ما كيخنازوش نهائيا غير كيتشمشوا مزيان كتولي ريحتهم عاديه كتولي الريحه عاديه جدا وكنستخدم هذه غادي شاركتها معكم غتلقاوها في واحد لا فيديو عندي قديمه في القناه شاركت معكم هذه باش كنصبن انا اذا غادي نبدا المهم صراحة زوين باش ترقدوا واحد شوية ترقد واحد شوية وعاد انا راه ما جبتش الطاسة مولفة كنخلط في الطاسة صافي دابا غادي نسيت ما طلعتهاش وانا ساكنة في الدوزيام كتعرفوا الديور ديال السكن الاقتصادي راه خاصك تطلعي حتى ليطاج الخامس باش توصلي للسطح ما فيها ما يهبط يجيبها غنقضي وصافي صراحة غير نزل ماشي مشكل واخا نترد لانه حرارة وعندي هاد الطابيات كيبغيو صراحه الشمس وكيبغيو الوقت باش ينشفوا ما تنشفوش ليا دغيا كما كشفتوا راه مهبرين شفتوهم ماشي دوك اللي كينشفوا دغيا ولكن صراحه زوينين. المهم غادي ندهنها كامله بهذا البرودوي بالنسبه لغير سولني على الثمن ديال هذا البرودوي كنظن شي كدا و 30 درهم المهم البنات غنخليها غير واحد شويه بحال هكا مرقده عاد غادي نبدا نحكها هكا كندير انا الزرابي ديالي صراحه بعض المرات راه كنطلعهم بكري وكنهبط نطيب غدايا وندير داكشي اللي غندير حتى العشيه وكنطلع نفركهم تلقاهم صراحه نقاو. المهم البنات هذه هي الطريقه ها نتوما شوفوا غير بهذه والله العظيم الا كيتنقاو الزرابي من داكشي وكيبقاو رطبين انا بعدا بالتجربه كيف ما كتعرفوا دائما كنبارطاجي معكم الحوايج اللي كيصدقوا لي والزرابي دائما يتغسلوا مزيان ما يبقاش فيهم البرودوي اللي نتوما كتصبنوا به كيف ما بغى يكون ما يبقاش خصهم يتغسلوا مزيان ما تبقاش فيهم الرغوه حتى هذيك الرغوه راه كتخليهم يكونوا حرشين الزرابي الماناط كلشي ما تخليوش فيهم الرغوه انا بيني وبينكم البنات شوفوا كيفاش كتنقى شوفوا الزربيه كيفاش كتولي بيني وبينكم البنات انا داك البرودويات اللي كيتباعوا ديال العبار داك الشامبوان ديال المانط وداك الشيء انا جربتهم صراحه ما عجبونيش نهائيا كنصبن انا المانط بواحد اريال ديال الماكينه العاديه وغزال الى لقيته ان شاء الله راه سالالي
غادي نصور لكم وتشوف كيخلي ريحه فنه في الماط. وهادو كنصبنهم بهذا البرودوي هذا. المهم راه ترقدات واحد شويه، يعني راه الوسخ اللي فيها كله راه غيتحيد صراحه، راه توسخات هاد الصربيه. عاود شري معاك حنا ما تيبانش فيها. هانتوما البنات غتلقاو هنا واحد شويه ديال، عندي واحد شويه ديال الخرقوم هنا راه غير كضرب فيه الشمس ما كيبقاش يبان في هاد الطاقيات هادو. كان طاحت لي واحد المره كنت فورت خضره مهم البنات. كملت التصبين ديالي، نشرت الطابيه ديالي، راها فين نشرتها ما عرفتش تبان لكم ولا لا. المهم سيقت الدنيا فين كنت، فين كنت صبنت ضروري كنسيقوا هذا الشيء هذا، كنحيدوه الروينه اللي درناها تنحيدوها، الا كانت شي وسخ تنحيدوه نلوحوه ما تنخليوهش. وراح ركنا الزرع ديالنا راه صراحه قريب ينشف كيف ما كتشوفوا، راه دغيا الحراره صراحه. هانتوما شوفوا راه بدا يبس، صافي غادي نخليه واحد شويه حتى نهبطوه. المهم البنات من بعد ما نزلت من السطح خلينا الزرع ديالنا كيكرم تقريبا ورا العصر غنطلعوا نجيبوه. شكون بحالي البنات باش كنعرف انا الزرع راه يبس صافي مزيان ما نخافش منه، هي ملي كنهز حبه وكنعضها الا لقيتها قاصحه ومقرمشه صافي غنعرفوا راه نشف مزيان. هذه هي طريقتي انا صراحه شاركتها معكم. هنا صايبت مقيله لولادي فيهم الجوع بغاو يتغداو ما غاديش يصبروا، حنايا بغينا نديروا مريقه بلوبيا خضراء وخيزو والحيمه، هما ما بغاوش وبغاو هكا مقيله بالكروفيت كما وريتكم. الكروفيت عندي مكونجلي في ريغو، درت لهم مقيله هكا سريعه باش يتغداو، غندير معها البيض. انا غنشارك معكم الشكل النهائي كيفاش غيجي، وضروري باباهم غادي يذوق معاهم على ما نصايب المريقه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطواجين ديال وليداتي، غنعطيهم يتغداو هما الاولين بعدا، وكيجي صراحه بنين. وكندير معاه حتى الكالامار ولكن ما بقاش عندي، باقي شي نهار ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذه المقيله، كتجي بنينه بزاف. وغادي ندوز باش نصايب المريقه ديالنا انا وراجلي صراحه. اللوبيا خضراء وخيزو كتجي رائعه، كيجيو مواتين، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه باش كنحضرهم. بالنسبه للمريقه ديالي خديت هنايا الطرف ديال العنقره، صراحه كيعجبني تعجبني انا العنقره في المريقات. وهنا عندي بصله ان شاء الله رقيقه، بصله كبيره. البنات غادي تشوفوا القراده راه والله العظيم حتى كنحكها بجافيل وكلشي، هذيك القراده صافي راه طلعت ليا في راسي. دعيو معايا دعيو معايا نشري قراده، راه كنمشي حتى عند مول الماعن باش نشري القراده، كنصدق خاسره الفلوس في معنات واحده اخرى، والقراده اللي رخيصه ما تنجيبهاش. النهار اللي غادي نجيب القراده راه غادي نفرح. المهم هنا عندي الربيع تنقردو مزيان، قزبر المعدنوس كنقردو مزيان ما يطلقش الماء ديالو، في نفس الوقت كيطلق ديك الريحه المجهده. كيعجبني انا الربيع هكا يكون ريحته باينه مجهده. ودائما كناخذ بالنسبه للقزبر تناخذ داك اللي كيكون منبت، كيعطي يعني كيكون مجهد، كيعجبني. والثومه خلاص انا محبين الثومه، تلقاوني كنكثر شويه الثومه في الطياب ديالي، عزيزه عليا بزاف. غادي نسحقها حتى هي لان الحكاكه اللي عندي ما تتحكاش ليا، تحكه غليظه. وصافي مريقه عاديه جدا وكتطلع بنينه. على فكره البنات لوبيا خضراء كتشرب الزيت، يعني الناس اللي كيبغيو ليدام يضيفوا الزيت، انا ندير زيت الزيتون غندير غير شويه لان الغنمي كتعرفوه كيكون شويه يعني ميدم، واخا انا عندي هذا العام الحمد لله الحولي ما فيش زعما الشحمه. هنا ضفت شويه ديال الابزار، عينكم ميزانكم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، يعني العطريه العاديه جدا وكتطلع مريقه رائعه. شويه ديال التحميره والملحه، اللي ما ضفتش الملحه راه راجلي مشى يجيبها لي من الحانوت صراحه ما بقاتليش. غادي نضيف الملحه وغنديرها تشحر مزيان، وهانتوما معايا باش تشوفوها ملي غتشحر. ونبغي نضيف لوبيا.
بالنسبه للوبيا هنا راه المريقه كتشحر. لوبيا على فكره البنات انا كنغسلها هي صينه، ما كنخليش حتى كنقطعها عاد كنغسلها باش داك التراب اللي كيكون فيها وداكشي تنقى مزيان، عاد نبدا نقطعها باش ملي كنقطعها ما تيدخلش ليا التراب في ديك ملي كان يعني دوك الفجوات اللي يدخل لي التراب ولا شي حاجه ما غاديش تغسل من الداخل. فكنغسلها مزيان كنفركها ونحكها مزيان عاد كنبدا نقطعها. ودائما اللوبيا تختاروها تكون خضراء بهذا اللون هذا، وملي كتهرسوها كتسمعوا داك الصوت ديال التهرس ديالها وكتكون طريه هذه كيكون فيها تلمة كتكون ميها من الداخل. المهم هذه هي الطريقه باش غتختاروا لوبيا ودائما تكون خضراء، يعني اللون ديالها خضر باين يعني خضر، الا ما كانش خضر اعرفوها راه ماشي طريه يعني راه قديمه. المهم هذه انا بتجربه. المهم المريقه ديالي كيف ما كتشوفوا تشحرات مزيان، حتى دابت لي البصله مزيان. عاد غادي نضيف دابا لوبيا خضراء وغادي نمرق بالماء اللي كيكون غليان كيف ما كتعرفوا دائما عليا. لوبيا خضراء راه كتطلق الماء يعني المريقه ديالها كتجي خفيفه، ما تضيفوش الماء بكثره. ونمشي نقي خيزو ديالي ونضيفوا ليها ونطلقوا في الشكل النهائي. المهم البنات هذه المريقه ديالنا البسيطه المتواضعه واللي كتجي بنينه وخاطره، انا كتعجبني بعدا. ما شاركت معكم خيزو، راكم كلكم كتعرفوا تنقي، وخليت حتى طابت لوبيا مع الحيمه واحد 20 دقيقه عاد ضفت خيزو. المهم هذه المريقه ديالنا غنمشيو نهبطوا الزرع وغادي نبدا نقيه. وكنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ونالت استحسانكم. المهم البنات هذه احسن طريقه صراحه باش كنقي الزرع، كنحط حدايا هنا واحد صاشيه ولا شي حاجه نقيه ولا خنشه، وكندير الزرع ديالي فوق الطبله تكون الطبله نقيه. اصلا الزرع راه تنقى يعني راكم شفتوا معايا غسلته ونشف وكلشي بس، وكنقيه بهذه الطريقه هذه. وكنبدا نحط هنايا يعني نيشان يعني ما كنتعذب ما حتى شي حاجه، اسهل طريقه انا كنعتمدها في النقا ديال الزرع عندي.